حبينا نسألوك السؤال الأول، هو في ظل التجاذبات السياسية التي تشهدها تونس الآن، من هو حليفكم السياسي حاليا؟ أنا نحيي المبتلعين من على موقع النبات، موقع بطبيعة الحال من نجم نقول من أباء بتاع الثورات قبل 14 عام. كان ثم بعض المواقع اللي الناس المحاصرين في تونس تبعها مليح، نذكر مليح منها التونسي نيوز، نذكر مليح منها الموقع نتاعنا وثمان حيدي. الآن الوضع نتاعنا في السياسي في البلاد، احنا في حركة النهضة نقولوا اللي الفرز الأساسي في البلاد هو الفرز السياسي. يعني السؤال هو من مع الثورة، من مع ضد الثورة، من مع المضي بالبلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ومن هو ضدها، من مع ترسيخ الخيار الديمقراطي وآليات التداول السلم على السلطة، ومن هو ضدها. سياسيا بالتفصيل نحن الآن نحن عن نترك عن المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، ثم صعوبات لا شك، لكن نحن نتفهمها في المرحلة نتاع الانتقال الديمقراطي، نعتبرها حاجة منها عادية، وبالتالي نحن حريصين على استمرار ونجاح هذا التحالف. لكن أيضا نحن نعتبره لأنه حلفاء سياسيين آخرين ما زالوا ماهمش معنا منا في التحالف الهادئ، يمكن غربة يقولوا معنا منا في التحالف الهادئ. نذكر منها كتلة وفاة سي عبد الرؤوف العيادي، وإنسان مناضل للحزب نتاعو عنده خيارة نضالية وثورية. نذكر مجموعة من الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي. نذكر أيضا مجموعة من الأحزاب اللي قاعدة تشكل منها الآن في الساحة السياسية الوطنية، ومجموعة من القوى المدنية والجمعيات، وأيضا الشباب متاع الثورة. بالتالي نحن الحليف متاعنا كل من كان ضد عودة الاستبداد ومع مقاومة الفساد والإصلاح ومع العدالة الاجتماعية، هذا كل كان نحن الحليف منع متاعنا، سواء كان تبلور هذا التحالف في الحكومة، تبلور داخل المجلس الوطني التأسيسي، أو كان التقاء واسع منا في النضال الميداني وفي التوعية السياسية في الشارع. حكيت على التحالف مع مجموعة من الكتل بخلاف الوفاء، بخلاف الوفاء لهم الكتل الأخرين؟ أنا الحقيقة مانيش عضو في المجلس الوطني التأسيسي، لكن ثم كنت في الكرامة، ثم مجموعة من الكتل منا أيضا اللي نلتقي حول طريقة العمل منا في داخل المجلس الوطني التأسيسي، حول ضرورة تسريع العمل في داخل المجلس الوطني التأسيسي، حول ضرورة بلورة الأزمة السياسية في البلاد، حول مجموعة من القيم من مجمعة في الدستور المستقبلي بتاع البلاد. هذه كل سواء كانوا في كتل، سواء كانوا شخصيات مستقلة، هذه كل تربطنا بهم علاقات متاع صداقة، تربطنا بهم أيضا علاقات متاع التقاء، أحيانا التقاء في موقف، وأحيانا التقاء منا في توجه، ويمكن منا باش يتبلور في وقت من الأوقات في التقاءات منا سياسية. هل تعتبرون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يمكن أن يكون معناتها حليف في الأيام القادمة، في الأشهر القادمة قبل الانتخابات أم لا؟ فما معناتها احتمال انه ما عادش يكون حليف يخرج من ترايك؟ هو حزب المؤتمر الجمهوريه كان حليف منا في سنوات الجمر، كان حليف منا في النظام منا ضد الاستبداد والديكتاتوريه، وحزب المؤتمر من الجمهوريه الان هو شريك لنا في الحكم، ونحن ايضا رغم الملاحظات اللي يمكن يبداها هو، ورغم الملاحظات اللي يمكن نبداها نحن، ربما نحن اكثر تحفظ، نحن الملاحظات نتاعنا نبداها في الأطر الداخلية بتاع التنسيق ما بين منا مكونات بتاع الترويكا، إلا أنه نحن نقول مازلنا حريصين على استمرار التحالف بتاعنا مع شريكينا، وإذا كان ثم بعض قضايا يمكن أن تثار في طريقة الإدارة بتاعنا لشؤون البلاد في الأولويات وغيرهم، هي ثم قضايا مطروحة حتى في داخل الأحزاب. أنا الآن في داخل حركة النهضة معنا نقاش واسع في المؤسسات بتاعنا مع قواعدنا، حول ضرورة التسريع معنا في مقاومة الفساد، حول ضرورة التسريع معنا في الإنجازات التنموية، هذه كلها حول معنا ربما تغييرات معنا في مستوى التشكيل الحكومي، هذه كلها قضايا تثار في نقاش، وما استمر الالتقاء ما بيناتنا على أساس البرنامج الاقتصادي الاجتماعي والبرنامج السياسي وطريقة إدارة شؤون البلاد بالتشارك وغيرها، يستمر التحالف متاعنا.
لما لم تقبل النهضة بشروط المؤتمر من أجل الجمهورية؟ أنا ما اعتبرش في العلاقة ما بين الأطراف والشركاء ثم الشروط. ما اعتبر ثم نقاط تطرح في جدول الأعمال يتواصل فيها الاتفاقات. كل حالات هذه رواية. أنا نقول في الإجمال أنا عن ملاحظات معي. أنا مانيش قاعد نشوف ترويكا مانا في داخل المجلس الوطني التأسيسي. مانيش قاعد نشوف مانا في انضباط مانا بتاع الشركاء نتاعنا في المجلس الوطني التأسيسي. مانيش قاعد نشوف مانا في الشركاء نتاعنا في الشارع في الميدان. وقاعد نشوف اللي أحيانا مقترحات تقدم الشركاء نتاعنا ثم بعد ذلك يتفصلون منها وتتحمل مسؤولية السياسية حركتنا. لكن هذا كما يقال سيدة كوزينة تارم إيش هذا المشكلة؟ ثم الشروط سمى اتفاق على تحسين الأداء على استمرار أحد العلامات بتاع الثورة التونسية هي إدارة الشؤون بالتوافق وبالتشارك ما بين أحزاب تختلف نسبيا معناها في المرجعية. هذا نعتبره من زنا حريصين من عليه. البقية كما قلت نحن نتناقش مع بعضنا وأنا مقتنع أننا نجم نصل إلى توافقات، لكن في المطلق يمكن يجي نهار من نهارات منها ربما تختلف ما بيناتنا السبل. نبقى أصدقاء، نبقى نحبوا تونس مع بعضنا، نبقى نخدموا تونس مع بعضنا، لكن ربما كل واحد من موقع نتاعه. لكن اللي مازلنا حارسين فيه في مستوى النهضة ويبدو اللي مازلنا حارسين فيه في مستوى الترويكا هو أن ندلل مع بعضنا مع الصعوبات باش نسمحوا للترويكا باش تستمر وباش تنجح وباش كنت مع إدارتها منها أكثر انسياب وباش توزير ربما سوء تفاهم ولا حتى الاختلافات في المقاربات اللي تنجم توجد ما بين مكوناتها. هل حزب النهضة يستعمل ماكينة تجمعية كما يقول البعض في البقاء في الحكم؟ أنا في بالي حركة النهضة عندها تنظيمها، ما يحتاج إلى الماكينة التجمعية في بالي منها موجودة. لكن في داخل الحكم خلينا نتفق على حاجة، في داخل الحكم ثم إدارة تونسية وإدارة عريقة وأيضا إدارة النظام السابق ما نحبش يوظفها. نحن عندنا زوج خيارات، فباش نقولوا نحي اللي تم استعماله ما قادما نقول نحي يجيب جديد. طبعا قالوا احنا نتخلى على 10,000 من الطاقة التونسية، جزء منها ربما تورط مع النظام السابق بوعي وباختيار، هذا لابد أن ينحاسب. لكن جزء آخر ربما تم اضطراره، تم تلويثه من طرف منا آلة، ونحن نعرف كيف كان إسناد من البطاقات منا بتاع التجمع منا في السابق وغيره. هل هذانا نتخلى عليهم ولا؟ أنا في بالي الحكمة والعبقرية نتاع التوانسة هي اللي قالت نحن نميزوا في المسؤوليات ما بين شخص منا وشخص، وأن نحن نعمل تطوير وإصلاح وحتى تطهير الإدارة متاعنا، لكن دون أن يورث مع عقاب جماعي ودون أن نتخلي على الكفاءات اللي موجودة منا في البلاد. هذه كما هيش الماكينة متاع التجمع اللي موجودة، هذه هي الأجهزة متاع الدولة التونسية. هل تعتبرون حبيب الصيد من الكفاءات؟ أنا ما نحبش ندخل منا في التفاصيل متاع أسماء. رأي منا أحيانا بعض الرأي العام وغيره يركز منا على اسم متاع شخص. هذه الإدارة رأيت دار بعشرات الآلاف متاع الأسماء، ينجم ياخذ نقاش في شخص بشخص. دار نقاش منافس الشد للعيار، هل هو كفاءة ولا كفاءة وكبيرة برشا؟ وقاعدين نشوف الآن من عنده إنجازات كبيرة بالنسبة للمقعد كما يقال من لبس اللبس نتاعو في الموقع نتاعو وربحات منها أيضا الثورة التونسية غير ما نلقاو. المهم العبرة بالفلسفة. نحن ما عندناش عقاب جماعي، ما ثمش تطهير جماعي للإدارة التونسية لسنة تعتمعنا الكفاءة التونسية اللي منعها مع الثورة أو على الأقل مش مناهض للثورة. هذا كي مش يلقى مع المكان متاعه في الدولة متاعنا جديد. هذه فلسفتنا في حركة النهضة. خطأ هنا أو تصنيف في شخص من هناك يقول هو ضده ومعه نجم هذه طاقة منها حتى في داخل الأحزاب ذاتها. أنا قاعد نشوف الآن في بعض الأحزاب اللي تنادي بالتطهير وتنادي بغيرها ثم عناصر فيها كانت من أكثر العناصر الثورية وغيرها تنتقل وين تنتقل لدى تونس. هذا ما حدثش، هذا اكيد اللي نجم نقول لكم ما حدثش معنا في حركه النهضه، لكن حدث معنا في كثير من الاحزاب اللي تا
تحاول المساعدة بالثورة. هل تعتبرون أنتم قلتوا أنه ما فماش تطهير إداري، هل هناك تطهير سياسي؟ لا أيضا، لا أيضا بالنسبة لي نحن نعتبر أنه ثم زوز أصناف من الحديث، ثم ناس أجرمت بما يمكن تتحسب عليه أمام القانون، هذه كانت ترفع عدد قضايا ثم إيقافات وثم ناس موجودة هذا القضاء، ثم أيضا الثورات في الحالات الأولانية نتاع التأسيس نتاعها تخشى من استعادة الماكينة القديمة للنجاة عامة نتاعها وتلتف على الثورة وترجع للنظام القديم. هؤلاء في كل مراحل الانتقال الديمقراطي اللي تمت هناك تحسين لهذه الثورة، لكن هذا موش يتم بالمعنى نتاع التطهير لبيراسيون المناعة اللي موجودة، بمعنى أنها تشمل مناعة مئات وعشرات الآلاف وغيرها، وبما لا يحترم حتى الحكم تاع الناس هذه، هذه ثم فئات أصناف تحدد وتضبط وتمر أيضا من خلال المؤسسات والهيكل نتاع الدولة، مش حزب العزاب يقول أنا هذا كي ما عجبنيش إذا ما أنا مشاركش في الحياة السياسية، وأنا من خلال الهيئات القائمة المنتخبة من طرف التونسيين هذه كي تقول رأيها أنا في هذا المجال. وبالتالي أنا عقلية التطهير بمعنى استهداف فئات واسعة بمعنى يوفر وكأن ثم محاكم تاع تفتيش، هذا مش في وارد حركة النهضة ولا أتصوره أيضا في وارد الثورة التونسية. هل حزب النهضة قلنا راضي على القيادات الموجودة في الداخلية الآن؟ حزب النهضة ما يعرفش القيادات الموجودة في الداخلية، السيد وزير الداخلية يعرفه، أنا ما عندناش مشكل مع ما عندناش القوائم اللي باش ننظر فيها ونصنف فيها. المردود نتاع وزارة الداخلية اش قالكم فيه؟ المردود نتاع وزارة الداخلية هو مش متعلق فقط بالقيادات اللي موجودة في وزارة الداخلية وبالأسماء اللي موجودة في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي من أكثر الأجهزة اللي قاعدة خاضعة الآن إلى عملية تحول عميق. وزارة الداخلية إضافة لجهاز القضاء وجهاز الإعلام، هذه كانت هي المؤسسات الكبيرة اللي تحملت العبء متاع نظام الاستبداد والفساد من 56 من إلى الآن، فالآن هي منها في حالة منها متاع تطور، أكيد اللي ثم إخلالات، أكيد اللي عنا ملاحظات، لكن أنه جهاز ينتقل من معاداة الشعب واستعماله كأداة من القمامته والتحكم فيه إلى جهاز معبر على الشعب أمن جمهوري بعقيدة أمنية من جديدة، هذا يتطلب منها قليل من الوقت. بالتالي أنا في الإجمال نقول إن كان قلت ثم إخلالات ولا نقول أنا ثم إخلالات، إن كان ثم تقصير ولا نقول ثم تقصير، فين بالضبط أنا مانيش مؤهل ومخوف باش نقول أنا فين ما نعرفش الشيء هذا، لكن إن كان نقصد به هل ثم تحولات تقع في الجهاز هذا من أجل احترام كرامة التونسي من أجل احترام الحريات نتاعه وكذا، ونقول نعم ثم مجهودات كبيرة من في هذا المجال، ونأمل أن تتسارع النسق نتاعها هي، ونأمل أن في وقت قريب منكم أنا بالفعل أم تونسي جمهوري عنده حقوق وعنده الكرامة. هل رفضت منذ شهر أفريل الماضي مشروع الإقصاء للتجمع المقترح من طرف حزب المؤتمر؟ هل رفضت النهضة مشروع وقت اللي قدمته من لول المؤتمر؟ لا ما رفضناش، ونحن في البداية ما كنا مدفع علينا مع هذا، والقانون تاع تحسين الثورة من اللي موجود من إقصاء مش إقصاء تجمعين، في بالي منا أكثر شمول منا من المقترح اللي تقدمنا في أفريل الماضي. هل تعتبرون أن السيد مصطفى مرزوقي قد تجاوز صلاحياته فترة ال؟ أنا في كل حالات أنا شو نقول، أنا النظام السياسي في مرحلة كما كنت تحدثنا على جهاز الأمن، نقول أنا النظام السياسي هو بسبب التحول، نحن كنا متعودين تلك قرون سمعوا ما تصرفش من السؤال، هل تجاوز ولا لا؟ وأيضا تلك منع عقود على نظام رئاسي، نحن الآن في نظام يتحول منا باتجاه نظام برلماني أو برلماني معدل أو رئاسي معدل، فبطبيعة الحال تنجم ترقب منا في وقت من الأوقات أنه ثم إشكال ثم ربما سوء فهم
بما يقول اللي هو تجاوز من الصلاحيات ربما تلقى شيء. لكن أنا أقول نتفاهم الشيء ذا في المرحلة هذه من نتاع الانتقال، النظام ما استقرش منها بعد لا في أذهان الناس ولا في أذهان أهم الفاعلين السياسيين. هل تعترف النهضة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟ نعم، هو عبرنا عن الشيء دائماً منذ سنوات كثيرة. هل النهضة ملتزمة بالتشاور مع حليفيها المؤتمر والتكتل؟ نعم، حارسين على هذا. لا، ملتزمة ليست حارسة، أسكر ملتزمة ولا لا؟ ملتزمة بالتشاور، حارس على هذا في المقدار، لكن لن تقع إخلاله. نعم. هل تعلم النهضة أن هناك من الأجانب في جنوب تونس جاءوا سنين يقبلها قاعدين يصيدوا توا في الحبارة وفي حيوانات محمية من طرف قطريين وخليجيين؟ أنا تبعت شوي من بعض ما يثار في الموضوع هذا، ما نعرفش يندراه هو محمية، وإذا كانت لما حاجة محمية هذا مخالف للقانون من نتاع البلاد. ما سمعتش معناتها التسجيل اللي خرجناه خرجته نوات؟ لا انا ما شفتوش الاخير، ما تبعتش من الموضوع. وثانيا انا مش عارف اندرا هو بفعل المساله، كل ما يخالف القانون جاء من خليجيين ولا جاء من اوروبيين ولا جاء من تونسه هو ما لازمناش نسخطوا فيه، هذا معناه لا شك. اما هل ان الموضوع معناه حقيقي ولا هو اثاره معناه اعلاميه وغيرها؟ لا ادري. تصور أن المجلس الأعلى للقضاء اللي وقع أحيائه مع معناتها فضل السيد البحيري وتطفي معناتها جماعة من القدم معناتها ينجم يحل مشاكل متاع القضاء؟ أنا لكم في بالي سيد وزير العدل ثم تركيبة متاع هيئة للقضاء العدل ما مردش في المجلس الوطني للتأسيس، كيفاش مش نعمله؟ أي وزير عدل معناها غيره كيفاش باش يعمل؟ نخدموا الآليات الموجودة، يعني الآليات الموجودة إما غيرها ولا اشتغل بها، ما تغيرتش إذا نشتغل بها مجهولة حتى هذه معناها. لكن أنا نقول هل يحتاج من الجهاز، هل لأنه الجهود اللي موجودة في جهاز القضاء الأمن كافية؟ أنا نقول لك لا، كما أنه في الأمن مازالت شغل تحقيق الثورة، تحقيق الإصلاح في ثورتكم. ليس متاع سنة ولا سنتين، مواريث عصر الاستبداد، الانحطاط، الفساد، هذه سيرورة وليست قرارا. نحن من سنة من في البداية بتاعنا لا الإدارة تصلحت ولا تنجم تصلح في 10 أشهر، ولا القضاء تصلح، ولا هو فقط مشمولات الحكومة لوحدها وما ينجمش يقع في 10 أشهر، ولا أنت تعرف في الإعلام تصلح ولو مثلا متاع 10 أشهر، ولا الأمن تصلح ولا غيرها من الأجهزة تصلح. بالتالي هذه كل كي الكل نحن نتقدم ولا ماشيين في الطريق الصحيح ولا؟ هل أنا اليوم القضاء يتعامل بالتعليمات من نتاع الجهاز التنفيذي ولا أنا في بالي لا، مثلا مش تدخل الجهاز التنفيذي من في هذه المسألة، إذا نحن ماشيين من في الطريق الصحيح. هل أنا الخطوات اللي اخترناها باهية ولا نقول باهية؟ هل هي كافية ولا نقول غير كافية؟